ولكن في ديك الكآبة كاين واحد الأمل من بعدا. يعني كما كتلاحظوا هنا في واحد في هذا الطابلو كاين فيه واحد المفتاح بيض، يعني كيبين على أن تماك واحد الأمل من بعد داك الشيء. الأمل أن الإنسان يكون ما يفشلش، خصو دائما يبحث عن النجاح. يعني شحال ما كان الإنسان في واحد المستوى خصو يوالي شي مستوى آخر يوصل له. الفتاة ريفية دابا الحمد لله يعني وصلت لواحد لو بوان، يعني انها تقدر تعبر حتى هي وتقدر تبدع وتقول او لا تصرخ من داخل اللوحة ديالها. بصمة فنية بصيغة المؤنث حملت توقيع أربع فنانات شابات من مدينة مزورم بضواحي الحسيمة ركبن غمار التشكيلي لخوض مغامرة الإبداع الفني بعصامية قل نظيرها. يعني الوان كنطلق من الطبيعه كيعجبني ندير الخيال، و يعني اصلا لوحدي كلهم ديال السورياليزم. يندرج تنظيم هذه الانشطه في اطار البرنامج الوطني لتنشيط المراكز الثقافيه، هذا البرنامج الذي يحاول مقاربة الثقافة محليا وجهويا من خلال الاعتماد على مبدأ القرب الثقافي. أبواب هذا المعرض التشكيلي الجماعي المقام برواق الفنون بدار الثقافة الأمير مولاي الحسن تظل مفتوحة إلى يوم الأربعاء القادم.